الإجراءات يترتب عنه متابعة قانونية وفرض غرامات مالية. وفي الأخير ندعو عموم الساكنة إلى روح المسؤولية والانخراط القوي في التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة. ساكنة مدينة جرفيس، نظرا لظهور حالات ظهور سلالات متحولة جديدة في بلادنا، فإن نخبر عموم الساكنة أنه تقرر ما يلي: حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان ابتداء من الساعة 8 ليلا إلى الساعة 6 صباحا، وإغلاق جميع المحلات التجارية ابتداء من الساعة 8 ليلا إلى الساعة 6 صباحا، إجباري وضع الكمامة. وعلى الجميع التزام بالتوصيات مصالح الصحة والتقيد بالبقاء في المنزل كضرورة حتمية للحد من انتشار الوباء. ونعلمكم أنه كل من خرق هذه الإجراءات يترتب عنه متابعة قانونية وفرض غرامات مالية. وفي الأخير ندعو عموم الساكنة إلى روح المسؤولية. إغلاق جميع المحلات التجارية ابتداء من الساعة 8 إلى غاية الساعة 6 صباحا، إجبارية وضع الكمامة. فعلى الجميع التزام بتوصيات مصالح الصحة والتقيد بالأمن المنزل كضرورة حتمية. نظرا لظهور سلالات جديدة متحورة ببلادنا، فإننا نخبر عموم الساكنة أنه تقرر ما يلي: حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان ابتداء من الساعة 8 ليلا إلى غاية الساعة 6 صباحا، إغلاق جميع المحلات التجارية ابتداء من الساعة 8 ليلا إلى غاية الساعة 6 صباحا ابتداء من الساعة 8 ليلا إلى غاية الساعة 6 صباحا. نبقى في ديورنا، منخرجو من 8 ديال الليل، اللي يخرج غيكون خرق القانون وغادي تتم المتابعة ديالو، غتكون غرامة مالية تاع عقوبة، وتقدر توصل العقوبة سجنية. نبقاو جميعا في المنازل ديالنا، ونضع الكمامات، ونتساهمو في الحد من احتياج الوباء. القانون في التقيد بجميع الاجراءات الاحترازيه المتمثله في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامه. راه تقرر اغلاق جميع المحلات التجاريه وحظر التنقل الليلي من الساعه 8 ليلا الى الساعه 6 صباحا. نبقاو في ديورنا جميع وما نخرجوش غير 8 ديال الليل. حظر التنقل الليلي ابتداء من الساعه 8 ليلا حتى الساعه 6 صباحا. نبقاو في ديورنا جميعا، ما نخرجوش مور 8 ديال الليل، اللي خرج غيكون خرق القانون، وغادي تتم المتابعة ديالو، وغتكون غرامة مالية كعقوبة، وتقدر توصل لعقوبة سجنية. نبقاو جميعا في المنازل ديالنا، ونوضعوا الكمامات باش نساهموا في الحد من تفشيات الوباء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.